تنسق على الاتحاد الجمهوري وخميسات. طبعا تنظن بانه الان حان الوقت الانسان خصو يعرف وقتاش يمشي. الظروف اللي كتعيشها الان فريق الاتحاد الجمهوري وخميسات اللي كنعيشوها بحق 6 سنين وحنا ما تنتكلموش، لانه حقيقه اللي كتحمل المسؤوليه تكون قد المسؤوليه. الان يعني بالجهود ديال الاخوان ديال المكتب الوحيدين الان اللي هما تيسهروا معنا على الفريق لاكثر من 5 سنوات، وحنا تنعانيو يعني مشاكل كبيره ولكن في صمت، نعاني في صمت، لانه الان كره القدم يعني تطور كره القدم الوطنيه بشكل مستوى اكبر يعني، والفرق يعني الان الامكانيات الماديه والماليه ديال الفرق تلعب في الكاس الوطني الاول والثاني مهمه، خاص امكانيات ماديه وخص الجميع تضافر الجهود ديال الجميع يعني ديال المكونات ديال الاقليم كامل يعني باش نكونوا عمليين. اظن بانه الان بحال الوقت لانني انا يعني نحافظوا على الفريق القسم الوطني دوت الى اخر الموسم باش يمكن لنا يعني نخليه في المرتبه ديالو ونخرجوا اساسي باش ما نكونوش عندنا ديون. وانا من هذا المنبر كنقول لكم شوف بان الديون ديالي اللي ما تتجاوز 10 مليون ديال الدرهم يعني مليار في 8 سنوات اتنازل عليها تنازلا تاما للفريق تاع الجمهوري من سبب استقاله سيد الرئيس، ولا يمكن ان اطلب ولو يعني مبلغ بسيط للفريق، لانه هذا فريق ديال الاقليم، فريق ديالنا، فريق ديالنا جميعا، عشنا معه 10 سنوات يعني 10 سنوات 8 سنوات ديال المشاكل، 8 سنوات ديال عدم الدعم من طرف الجهات المعنيه. كيف يعقل بانه المدينه الان الدعم سيد الرئيس دعم من سبب الاستقاله؟ ماشي الدعم، لان الدعم حنا ما لقيناش شي واحد، لانه الحمد لله الفريق الان ماشي غارق في الديون ولا عنده امتناع الانتدابات يعني بالمجهودات ديال الاخوان، مجهودات ديال مشكورين المجلس الاقليمي والجهه والمجلس البلدي البحراوي اللي حنا تنتميو ليه. من غير هاد الثلاثه ديال الداعمين ولو دعم من الاقليم والمدينه، الفريق تاع الجمهوري الخميسات المعقل ديالو والمقر الرئيسي ديالو في مدينه الخميسات، ولا يعقل بانه الان الفرقاء يعني السياسيين داخل المدينه يتصارعون حول الاتحاد الجمهوري الخميسات ما نعطيهمش الدعم، وكانه الفريق ماشي فريق ديال المدينه ماشي فريق ديال الاقليم. انا ماشي تنستقل لانه مساله الدعم، الحمد لله غنبقى وفي الاتحاد الجمهوري الخميسات، غنبقى مساند الاتحاد الجمهوري الخميسات. واليوم باش جبنا اتفاقيه شراكه مع بلديه سعد البحراوي 3 سنوات، ورغم انني في اخر السنه بانني غن يعني قرار نهائي لا رجعه فيه بانني انسحب من التسيير ديال الاتحاد الجمهوري، ولكن يعني القلب والعواطف كل شيء مع الاتحاد الجمهوري الخميسات. معروف يعني المستقبل ديال السي حسن الفلاحي مع التسيير الرياضي؟ اظن بانه الان يعني التسيير الرياضي راه حنا تنسيروا على الصعيد الوطني الحمد لله، يعني نمثلوا المغرب احسن تمثيل في المنتديات الدوليه وعلى صعيد الجامعه الملكيه مشكور سي وزير الرجاء يعني كذلك يعني في اطار التسيير الوطني. اظن بانه اللجنه ديالي يعني راه لجنه مهمه ونشتغل من اجل تطوير كره القدم الوطنيه، ويعني ربما تنظن بانه هاد الخميسات يعني التواجد ديالي شخصي داخل رئاسه الاتحاد الجمهوري الخميسات تنظن بانه تيخلق بعد مشاكل البعضين. دونك حنايا رانا الاشاره من اجل مساعده تاع الجمهوري الخميسات، من اجل اخراج تاع الجمهوري الخميسات من هاد الاشكاليه اللي مطروحه ديال الدعم، واللي اي واحد يطيح فيها وما يمكنش يعني يكون ما كانش الدعم ديال الاخوان ديال المكتب والدعم ديالي الشخصي والدعم ديال الاخوان ديال الجهه وديال المجلس الاقليمي مشكوره السيده رئيسه المجلس الاقليمي، تنظن بانه كان يكون كارثه في اتحاد الجمهوري الخميسات. الرئيس والسبب سبب الاستقاله هو عدم النجاح؟ لا ماشي عدم النجاح، لانه ملي تنهضروا على النجاح هو نجاح خصو يكون فيه يعني عندي انا واحد الاوبجيكتيف هو النجاح، ولكن خصني يكون عندي هاد الامكانيات باش ندير هاد النجاح. النجاح والطموح راه مشروع، الطموح نقولوا في القسم الوطني الاول اي هو الطموح، ندير بطوله هو طموح، ولكن الامكانيات باش نوفر هاد البطوله ماشي ديال حسن الفلالي بوحده، ماشي ديال المنظومه ديال الاقليم الخميسات. يعني واش هاد الناس باغيين عندهم طموح باش يشوفوا الفرقه ديالهم تتلعب في القسم الوطني الاول ولا ما عندهمش؟ وبالتالي تيتضح بانهم هاد الناس تما ما عندهمش رؤيه حول انه هذاك الفريق اللي هو اللي بقى واحد النواره اللي في وسط داخل الرياضه في الاقليم
تيبان لهم بانه الان حال الوقت بانه ما عندهمش من الاولويات. واظن بانهم غالطين في التصور ديالهم لما الاستراتيجيه الوطنيه والرساله الملكيه ويعني تطور كره القدم على الصعيد الوطنيه المغربيه على الصعيد الصعيد الافريقي وعلى الصعيد العالمي تيثبت بانه جميع المكونات ديال التحدي جميع المكونات الاقليميه الخميسه خاصهم يساهموا وخاصهم يشوفوا واحد رؤيه استراتيجيه ويشوفوا رجل المرحله وحنا معاه نساعدوه نساهموا معاه الامكانيات الماليه حنا غنبقاو نوفروها في المنابر اللي هما وفي المؤسسات اللي حنايا فيها ومتواجدين فيها لا يمكن ليناش الا ندعموا هذا الفريق كمجلس اقليمي اللي حنا كذلك كهيئه سياسيه يعني بين قوسين نترأسها تعاود اتفاقية شراكة نطلبوا منا باش تعاود إن شاء الله اتفاقية شراكة ديال التعدد الموري باش ثلاث سنوات والجهة الحمد لله كذلك رئيس الجهة وإخوان الجهة كاين اتفاقية شراكة ولكن خاص المنظومة المحلية اللي هي المدينة الخميسات خاصها هي تحمل مسؤوليتها وتحمل مسؤوليتها التاريخية بأنه من بين الأسباب الكبيرة هذاك الصراعات السياسية داخل المدينة لأنه يؤثر على فريق التعدد الموري الخميسات ويؤثر كثيرا على التوهج ديالها وعلى العطاء ديالها وعلى طريقه الاشتغال ديالها. حنا تنديروا بالامكانيات المتواضعه ديالنا الدعم ديال الاخوان ديال المكتب اللي هما اربعه ولا خمسه اللي تيجتهدوا واللي تيديروا اكثر من المجهود ديالهم اللي ما ينعسوش الليل من تكون الفرقه طايحه ولا ما تنعسوش كاملين تتخلق لنا مشاكل كبيره داخليه لانه الفريق ديالنا وحنا نتحمل المسؤوليه ديالنا فيها. حنا غنجتهدوا ان شاء الله باش نخليوها في هذا القسم. ما استطعناش السنه الفارطه لا يعقل بانه حنا دابا ثلاث سنوات ولا اربع سنوات في الدعم تنشوفوا فرق اخرى قريبه لنا تتلعب معك في نفس القسم والمسؤولين المحليين ديالهم تيدعمهم بواحد المبالغ خياليه عادية بالنسبة لي أنا لأنه أقل ما يمكن أن يتعطى الفرق قسم وطني للهوات. الآن راه الفريق تيدور ب 600 700 مليون في الهوات منين أجيب الدعم ديال 600 مليون والمنظومة المحلية اللي هي المدينة ديال الخميسات اللي هي مسؤوليتها التاريخية خصها تتحملها وشكرا.